مساء الخير. اليوم نديرو جينواز والمولي كيك اللي هما لي بيسكوي الاكثر استعمال في الكيك ديزاين. هيا نشوفوا الوصفه وطريقه التحضير. الوغ باش نديرو لا جينواز، اول شيء نسخنوا الفوغ تاعنا على درجه حراره 150 درجه مئويه اذا كان الفول تاعنا فونتيلي، اذا كان الفوغ اشالغ ستاتيك ولا غاز نقدروا نروحوا حتى 160 درجه. فوالا، دونك اول شيء نديرو نحطوا لي بلون دوف تاعنا مع الملح اللي راح يساعد باش لو بلون دوف يتحل دونك يطلع بلو رابيدمون. دونك نحطوه في لاكيف دو بيترين ولا دو باتور كيما تحبوا. دونك افيك الباتور سا بروندرا بلوس دو طون بيان سور. فوالا، دونك راح نطلعوا لي بلون ومن بعد راح نضيفوا لهم لي جون. دونك لي بلون حتى يكومونس ا موسي باش عاد ندخلوا السكر. بيان سور السكر ندخلوه على دفعات. الوغ هذه الكميه تاع السكر نقسموها على ثلاثة، دونك اون فالون تخودوير ثلاث خطرات. فوالا، دونك باش طلعنا بيان لا جينواز تاعنا، طلعنا بيان لو بلون دوف تاعنا، يفو كونتي واحد 10 دقائق. فوالا، الا تستعملوا ان باتور سو سرا بلوس. فوالا، خاطرش لو سول اجون لي راح يطلع لي لو بيسكوي تاعي سي لي زو، باسكو ما حاش نديرو لا لوفور شيميك. حتى ولا توسوست وقلتو اه ندير لا لوفور شيميك، دونك نديرو غير شويه، باسكو الا ديرو بزاف دوك تطلع لا جينواز، دونك سو سرا بلوس كي لونفو لا لوفور. دونك لا جينواز تطلع بلوس كي لونفو ومن بعد تخرجوها من الفوق تحبط لكم. الوغ فات تريز اتونسيون ا سا، دو بريفيرونس ما ديروش كاع لا لوفور شيميك. فوالا، ميتنون جانتخودوي مي جون دوف، بيان سور نحبط لا فيتاس دو روبو وندير لي جون دوف تاعي وما نخدمش بزاف لا بات. ومن بعد كي لي جون دوف يتخلطوا لنا مع لي بلون هكذا ابوبري، دونك ومن بعد نزيدو لا فارين. لا فارين هذه دركا اون فالا انتروديو ماشي بلا ماغيز، بلا ماغيز تقدر لا فارين تدخل لكم في لاباط ومن بعد باش تسرحوها باش تخلطوها مليح لازم تخدموا بزاف لو ميلونج. الا تخدموا بزاف لو ميلونج تو فا روتومبي، صادير لا جينواز تاعكم ما تجيكمش خفيفه. دونك مو جو كونساي ها، دونك فو ميلونجي بلو فوي تاعكم بلو فوي، وحتى كي تكملوا كاع وبيان سور هكذا ديروها على دفعات. فوالا، ومن بعد كي نكمل جانتخودوي كاع ما فارين جو غاكل بلا ماغيز لي بوغ ونحطوها في لي مول. دونك تقدروا تحطوا في ان مول نورمال لا جينواز ولا ان مول لا شارلوط كيما راكم تشوفوا. شوفوا تقدروا ميم لو مول لا شارلوط هذا تاعكم الا انا وعلي عندي، بصح نتوما الا هابط تقدروا ببابي كويسون ديروا ان بو دو مارغارين وتلصقوه وتحطوه في الفوق كيما قلت لكم. ابري ا بارتير دو 35 مينوت باش عاد تبداو تحلوا الفوق تاعكم. Vous piquez un pic à brochette. إلا خرجنا شيف ça veut dire que le four le gâteau تاعنا au pré نطفيو على الفور كيما راكم تشوفوا ونخلوه 10 دقائق باش نخرجها. ها هي ما جينواز اي بريت. إذا تحبوا ديروا مولي كي كاكاو عوضوا 20% من وزن الفارينة، عوضوا بنصفها كاكاو وزيدوا بيضة. الوغ بخلاف لا جينواز لو مولي كيك راح نحط فيه ماده دسمه اللي هي لا كريم ليكيد. دونك الطريقه مختلفه والمقادير اكثر. فوالا، تشوفوا المول اللي لازمني نستعملو بور لو مولي كيك، باسكو نستعمل مول شارلوت كيما درت يسيح لي لتحت. الوغ اول شيء ندير سيك نطلع لا كريم ليكيد تاعي اون شانتي. لا كريم ليكيد لازم تكون عندها الماده الدسمه 28 بالمئة ولا اكثر حتى 35%. دونك اول شيء نطلعها هكذا ونروح نحطها في الفريجيدير حتى نكمل الوصفه باش نسحقها. فوالا، ومن بعد نحط البيض تاعي. فوالا، شوفوا المولي كيك يجيني كبير بصح فيه 3 حبه بيضات برك.
فوالا نطلعه بيان، نحط البيضه اونتيير ماشي كيما لا جينواز، نطلع برك البلون ومن بعد نحط لو جون. دونك نطلع مليح بصح نحط نطلعو مده 10 دقائق مينيموم، ومن بعد نبدا نزيد السكر كيما ندير في لا جينواز على دفعات باش هذاك السكر ينحلي مليح ويطلع لي واسمو لا لاباري تاعي. ومن بعد كي نكمل اللي كملوا العشر دقائق نبدا نحط في الفرينه، وهنا بيان في المولي كيك لازم لا لوفور كيميك، باسكو وين نحط الحاجه الدسمه كما هي لا كريم ليكيد لازم نحط لا لوفور كيميك فوالا، باسكو الماده الدسمه هي اللي تحبط لي لاباري تاعي فوالا. دونك جو في انتروديير لا فارين كيما ندير بور لا جينواز، نديرها على دفعات باش نسيي ما نحبطش. ممكن كاين لا لوفور كيميك بصح كي نخدم مليح البيض تاعي خاطرش لا لوفور كيميك وحدها ما لي با صادير ما تقدرش طلع لي مليح المولي كيك فوالا. دونك نحط ما لوفور كيميك مع الفرينه، ما نحطوش ديريكت في لي بلون. دونك ونحرك هكذا شويه في الباسوار تاعي في هذه الغربله تاعي، ومن بعد ونخدمها بيان سور. دونك بلوس تحطوا الفرينه بلوس تجيكم الخدمه تاع المولي كيك تجيكم لاباري ثقيله شويه، سي توت افي نورمال. دونك سعفوها وسيو ما تحبطوش المام الى عندكم لا لوفور كيميك سيو ما تحبطوهاش فوالا. وبيان سور نخدم بلو فوي ما نخدمش بلا ماغيس، هذه النصيحه مني ليكم. دونك من بعد هنا جو جاروماتيز كون نورمالمون مع لي جون دوف حتى طلعوا كون راني درت لا بات داروم يفو ميو بات داروم ولا اروم باسكو سي بلو فور فوالا. وفي في باكزومبل لا جينواز كي تحطوا لاروم ما يبانش بزاف، بوركو باسكو لي يبين لنا لاروم سي الماده الدسيما فازير المولي كيك طيب طيبوه في الدار ولا تشموا الريحه تاعو كي تحطوا لا فاني. سي بور سا انا في لا جينواز ما نديرش اروم، ندير في السيرو. ودايوغ في لا جينواز ديروا لها لو سيرو بصح مولي كيك اللي هو مسكر بزاف، كوا كان نقص لكم سكر مسكر بزاف ما جتروف كسي بزاف طرو. شوفوا هنايا لا باغي تاعي فريمون ثقيله ديفيسيل ا ترافاي هنايا لو مولي كيك. دونك يفو لو مولي كيك فولان بيبي اولي باسكو كون نزيدوا له السكر كرويي موا بزاف ما تقدروش تتقهموا تقدروش كاع تاكلوه فوالا. دونك ا سيت ايتاب نروح نخرج لا كريم ليكيد تاعي اللي طلعتها من قبل كنت حطيتها في فريجيدير، ونبدا على دفعات بيان سور لا كريم ليكيد ماشي على ضربه. الخطره الاولى دوك تجيني شويه واعره ومن بعد دوك يسهل، ومن بعد نحطو في لو مول اجينواز تاعي. شوفوا هنايا لو مول ديروا توت اوتور ديروا اون بياس لتحت تقطعوها سويفون لا لو ديامتر تاع لو مول تاعكم، ومن بعد تقطعوا اون بوند على حساب لا هوتور تاع لو مول اجينواز تاعكم. او كاينين دي مول اونكور بلو او دوك يساعدوكم اكثر، هذا سي مول قديم فوالا. نزيد لا شونتيي تاعي بيان سور اون 3 فوا ونحط مو مولي كيك يطيب كيف كيف كيما لا جينواز يطيب على وهو ياخذ بلوس من وقت بلوس دو طون que la génoise. Donc il fait très attention, متحلوش لا بورت تاع لو فور حتى تجوز واحد 40 دقيقه 45 دقيقه باسكو لو مول لا جينواز تاخذ بلوس دو طون. ومام دوك تحمر لكم في لي كوتي باش تانيك تاخذ الوقت اقل اقل. كاين دي كلو دي كلو يحطوهم في وسط لو غاتو يساعدوكم باش يطيب لداخل لو مولي كيك فوالا، باسكو الطياب تاعو الي بلو لون كو لا جينواز فوالا. دونك نحط ما مون اباري في لو مول ندخلو ندخلو ا بارتير دو 45 مينوت باش عاد نحل لو فور. ندخل ان بيكا بوغوشيت الى خرج ناشف صاف دير كو مومون كيك راه وجد، سينو جو بورسوي لا كويسون ونخليه نطفي عليه الى وجد نطفي عليه فوالا. ونخرجو كيما دركا ها هو شوفوا شالور تورنونت انا درتو فوالا ها هو واجد. شوفوا يجي حمر على لا جينواز، تقدروا ديروا تاني كون سيرفيات توت اوتور باش ما يجيكمش بزاف بزاف فرونسي فوالا. دونك اي لي بري ا تر دي مولي فوالا. ومن بعد تقطعوه دو بريفيرونس خلوه كيما لا جينواز اون جورني باش عاد تقطعوه.
الوغ اخيرا راني حطيت لكم ان طابلو وين راح تشوفوا لي ديفيرونس حسب راينا اللي كاين بين لا جينواز وموري كيك. ا بارتير دو سلا تقدروا تعرفوا سكو فوزالي يوتيليزي جينواز ولا موري كيك. هاد اختلافات تصبهم بالعربية في صندوق الوصف. فوالا ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. اذا عجبكم قولوا لي في لي كومونتير، دعموني بان لايك ان سبسكرايب. ان شاء الله اذا عندكم استفسارات مرحبا بها، اذا عندكم دي فيديو تقترحوها عليا يا اوكان بروبليم. دونك ان شاء الله مرة جاية.